ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن جديد، وهو اللي فيلم لسه نازل التريلر بتاعه امبارح او اول امبارح، وهو فيلم مورتال كومبات. مورتال كومبات هينزل في ابريل 2021 السنه دي. المفروض ان هو هينزل تقريبا في السينمات، وتقريبا هيتعرض على منصه اتش بي او ماكس. مورتال كومبات واحد كان من اكتر الالعاب اللي انا كنت بحب دايما جدا العبها. عارفين انتوا مورتال كومبات وستريت فايت ونينجا تيرتل والحاجات الغريبه دي كلها، انا كنت بعشقها بصراحه، الحاجات اللي كان فيها كومبات دي. وكان تيكن، مورتال كومبات على فكره بالنسبه لي هي كانت واحده من احسن الالعاب الفايت او الكومبات اللي كانوا ما بين بعض دول. قبل ما اخش على الكاست ليست بتاع الفيلم، انا نفسي اشوف مين في الفيلم. بصراحه انا مش فاكر الاسامي قوي، انا هفتكر يعني مثلا كنت بحب جوني كيج، ما اعرفش اذا كان هيكون موجود في تريلر ولا لا. في سكوربيون، وفي سب زيرو، كان في ليو كانج، انا بحاول افتكر الاسامي، سونيا ولا تونيا، سونيا تقريبا البنت اللي كانت لابسه طاقيه دي. كان في بنت برضو تانية مش فاكر اسمها ايه، كانت تقريبا شعرها قصنن كده شويه. سب زيرو قلناه، سكوربيون قلناه، كان مين تاني مش فاكر الاسامي. مشكله انا مش فاكر اسامي اللعبه دي، لعبتها من زمان جدا، ايام بلايستيشن 2، ايام بلايستيشن 2 حرفيا، ايام بلايستيشن 2، ايام البي سيز بتاع زمان ده. كان في مين تاني. بصوا انا مش هبص على الكاست ليست دلوقتي، انا بصراحه الفيلم ده عايز اتفرج على التريلر رياكشن بتاعه على طول، وبعد كده هتفرج على الكاست ليست، عشان اكيد وش الكاست ليست مكتوب مين موجود في التريلر اكيد، او مين موجود في الفيلم. فانا الاول هتفرج على التريلر بتاعنا، وبعد كده هتفرج على او هشوف الكاست ليست بتاعنا بتاع الفيلم، لان انا بصراحه يعني انا متحمس جدا للفيلم ده. تقريبا كان اتعمل قبل كده فيلم للعبه دي، بصراحه كان سيء تقريبا، او كان شكل كان مورتال كومبات تقريبا، ولا كان ستريت فايتر، كان تقريبا كان ستريت فايتر بتاع فان دام، مش فاكر اذا كان مورتال كومبات كان معمول له حاجه ولا لا، مش فاكر. بس تقريبا لو كانت حاجه برضو حسيت انها كانت حاجه اي كلام يعني. انا برضو يعني بعد التريلر هبص، يعني بعد التريلر هبص، عشان انا بصراحه دماغي فيها كلاب سعرانه حرفيا بتجري ورا بعض، مش فاكر من كتر الحاجات اللي كانت دخلت في بعضها. فهتفرج على التريلر الاول بتاع فيلم مورتال كومبات اول مره معاكم دلوقتي هنا على هوم سينما، وبعد كده هقول رايي في التريلر. كالعاده طبعا ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. First learned about this 7 years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. Reference a great tournament of champions. That dragon marking? As Mortal Kombat. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Name's Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Sub-Zero. او ماي جاد يا جدعان، ايه ده ايه ده، ده تقريبا جايبين كل الناس بتوع اللعبه، وايه ده، وجايبين سكوربيون وسوب زيروس، الناس اللي انا قلتها، والساوند تراك اللي كان في الاخر ده اللي كان موجود في اللعبه كان موجود في اللعبه، وكان موجود تقريبا في الفيلم القديم. انا افتكرت دلوقتي كان في فيلم قديم لمورتال كومبات كان نفس، فاكرين نفس الاغنيه دي في الاخر، الساوند تراك اللي هو تن 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 تن، نفس هو بس هو تقريبا عملوه ريماسترد او مش عارف اسمه ايه، يعني زبطوا يعني الساوند تراك او زبطوا الاوريجينال سكور بتاع اللعبه بتاعت مورتال كومبات. انا من وجهه نظري لو كانوا حطوا الساوند تراك بتاع التسعينات، ولا مش عارف كانت التسعينات صح، لو كانوا حطوا الساوند تراك بتاع التسعينات كان هيبقى احسن بكتير جدا 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 يعني. بس انا ما عنديش اي مشكله يعني، ده ايه الحلاوه والعظمه دي كلها. والراجل بتاع على فكره اللي بيعمل كده وبينزل رعد ده، انا مش فاكر اسمه كان ايه، بس انا كنت بحب جدا الكاركتر ده على فكره. واو بجد، واو ايه الحلاوه والطعامه دي يا جدعان، فايبز من اللعبه بصراحه تحفه، في فايبز من اللعبه بصراحه مش طبيعيه يعني. سوب زيرو وسكوربيون وليو كانج كل ده احنا شفناهم في التريلر، بس انا استغربته بس شويه ان انا ما شفتش كان اسمه ايه،
جوني كيج صح، جوني كيج ما شفتوش في التريلر، ممكن يكون موجود في الفيلم فهم ممكن يكونوا مخبينه فمش قالك مش عايز اطلعه في التريلر، الله اعلم يعني. مورتال كومبات انا فاكر انه كان ليه فيلم، انا فاكر او انا دماغي حرفيا راحت في البلاله، ثواني كده ابص لو في مورتال كومبات كان معمول له فيلم ولا لا، عشان انا بصراحه فاكر ان كان في فيلم لمورتال كومبات. مورتال كومبات كان فعليا نازل سنه 1995، افتكرت انا الفيلم ده شفته على فكره بس ما كانش قد كده يعني، الجديد طبعا شكله حاجه وهم، وكان نازل له كمان على فكره جزء تاني يعني، مورتال كومبات كان نازل له جزء تاني بقى سنه 1997 كان اسمه مورتال كومبات انهيليشن، بس ده انا ما شفتهوش بس حاسه حاجه راحه في داهيه يعني، ما عمري ما سمعت عنه الجزء ده. خش نشوف بقى الكاست ليست بتاع فيلم بتاعنا بتاع مورتال كومبات الجديد اللي هينزل سنه 2021 السنه دي في ابريل، وهيبقى زي ما قلت متاح في السينمات وهيبقى متاح كمان على اتش بي او ماكس، على منصه اتش بي او ماكس. فيلم من كتابه كريج روسو، انا ما اعرفش مين كريج روسو ده، تقريبا ده اول حاجه يعملها، والمخرج سايمون مكويد ده تقريبا برضو اول حاجه يعملها، غريبه قوي بس ماشي يعني. الكاست ليست انا ما اعرفش راحت فيهم، ما اعرفش غير اللي هو هيروكي سانادا، الراجل الصيني ده انا اعرفه ولا الياباني ده انا اعرفه، كان طالع في فيلم راش اور 3 وكان طالع في وولفرين كمان. الاسامي بقى انا مش مهم مين اللي هيبقى موجود في الفيلم على قد ما هو مين الكاركترز موجوده، كانو وسونيا زي ما قلت ماشي، سكوربيون ايوه هو ده، ايوه ده اللي هيبقى سكوربيون، اللي انا الوحيد اللي كنت اعرفه ده الوحيد اللي هو اللي هيبقى سكوربيون يعني. سوب زيرو، ريدن كنت بحب العب بريدن على فكره ايام زمان، جاكس ايوه الاسمراني ده ابو دراعات، ليو كانج، كول يانج معرفوش، شانج سانج برضو، ميلانيا ايوه دي البت اللي كان قصدي عليها، كونج لاو عارفه، كابال ماشي، الباقي الكاركتر الباقي الكاست ما اعرفش مين بقى ممكن يبقى موجود، غريب قوي مش هيبقى فيه جوني كيج يعني، اتمنى بصراحه انه ممكن يكون في جوني كيج في الفيلم، او ممكن يكون الله اعلم يعملوا جزء تاني هيبقى فيه جوني كيج يعني. نسبة ترقبي للفيلم هي 8/10 لفيلم مورتال كومبات اللي هينزل ان شاء الله باذن الله السنه دي، اتمنى ان هو ما يتاجلش يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم مورتال كومبات، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.